ومعانا الموزع الموهوب زي ما هنشوف هيستعرض معنا الاستاذ محمد منصور، وهو ايضا شاب من الاسكندريه. ده محمد، يعني انت راجل موسيقي اللي هو المحترف، يعني الموزع اللي هو شغل، يعني شغل. بس عايز اسالك سؤال، عشان عايز اسالك عليه من ساعه ما شفتك. يعني انت كموسيقي، اغلب الناس الموسيقيين يا بتلعب شو عود يا بتلعب جيتار، بس انا ما شفتش كتير بيقدروا ينتقلوا من آلة الجيتار. لو انا شخصيا عمري فكرت العب عود، بحس ان شيء يعني فعلا فرق 180 درجه طبعا خالص. العود طبعا شرقي، طبعا شرقي كده تربينا عليه، حتى في التكنيك، يعني التكنيك فعلا بالظبط كده. في حاجه اسمها ربع تون في العود طبعًا. بالنسبه للجيتار، الربع تون ده طبعا مش موجود بالجيتار، علشان خاطر الجيتار في حاجه اسمها دساتين، بس دي اللي هي الفواصل اللي هي اللي بتبقى في الجيتار النحاسيه، فدي بتعمل ما بتجيبش الربع تون عشان هي خلاص محدده ليها، فصعبه طبعا ان انا اجيبها. فالعود طبعا هنا في طبعا ما فيش الدساتين ديت، فعندي الاحساس، هو معتمد على الاحساس اكتر ما معتمد على بس هو مود برضه يا محمد. يعني عشان تنتقل من الجيبسي كينج مثلا، انت بتلعب جيتار تروح تلعب سيد درويش، او تلعب اغنيه زي كنا بنلعبها دلوقتي فيها الاريحيه الشرقيه دي، وبتعتقد الاغنيتين عايز يكون عندك شيزوفرينيا يعني، بس بالطريقه الايه المصريه بتاعتنا الشرقيه. يعني مش ليه مش كتير بينجحوا في ده على فكره. بالظبط كده. طيب محمد، في صوره الفنان الموسيقي اللي هو اغلب وقته بيهدره في اسف في المصطلح النحت، يعني دي منتشره جدا، منتشره، انا عارف منتشره خالص. فهي انت مش عايز بقى نتصنع، يعني انت قد ايه من وقتك، بحكم انك فنان انت محترف، يعني خلاص محمد منصور نازل النهارده عنده حفله، قد ايه من وقتك ممكن بتديه الاغاني معاه؟ بس انا بتكلم على شخصيا، انا اصلا من اول ما اجي اقوم من النوم لغايه ما اجي انام شغل المزيكا 24 ساعه، اصلا مش 24 ساعه يعني. لا شغل، انا بتكلم على التدريب، انا بتكلم ده تدريب مزيكا، انما بتكلم على الشغل نفسه. لا ما هو شغل، شغل تدريب موسيقي، توزيع، تلحين كده، يعني كل حفلات كده، يعني شغل بره كده. فده 24 يعني يومي كله ضايع في المزيكا يعني. محمد بشكرك جدا على وانت موسيقي مرهف وسافرت من اسكندريه عشان تجي لنا، وبشكركم جميعا على حسن استماعكم، واتمنى نكون اسعدناكم النهارده مع هذا الشباب الجميل. انا شخصيا استمتعت بيه، واللي رجع لنا حاجات كتيره. هنبتدي نقفل بقى بالاغنيه دلوقتي، واشكركم الف شكر، وانتظر انا حازم شريف على حر من الجمر، اشوفكم السبت الجاي. Thank you.